السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة. طبعا تحية وحب وتقدير لحضراتكم. اسمحوا لي في البداية أشكر كل أصدقائي وكل أصدقاء برنامج مطبخ عظيمة، أو حتى من خلال صفحتي الشخصية أو صفحة البرنامج، على يعني اللمسات الجميلة والدعوات اللي من القلب اللي وصلتني على توثيق صفحتي على الفيسبوك. طبعا بشكر حضراتكم جدا، واسمحوا لي طبعا من خلال برنامجي أشكر أصدقائي اللي كانوا ماسكين الصفحة، وكل الشركة اللي كانت ماسكة صفحتي، وكل الأدمنز الخاصين بصفحة الشيف عظيمة حمدي بالعربي. وده طبعا علشان هم بذلوا مجهود كتير، وكان فعلا يعني كانوا كفء للثقة ان انا اتكلمت معهم فيها. فانا بشكرهم بجد كلهم، معظمهم بنات، وانا سعيدة جدا بوجودهم معايا، سواء نبيلة او منار او اسماء او هتيجي دلوقتي او سلمى. فانا بشكرهم جدا، وطبعا في برضو فرد ذكوري هو محمد. فانا بشكرهم جدا جدا جدا، وبشكر حضراتكم جدا، وميرسي على دعواتكم الجميله دي بجد. والله اكتر حاجه اسعدتني لما بعتولي على الميل الدعوات الحلوه دي. شكرا لحضراتكم جدا، وربنا يسعد اوقاتكم ويسعد ايامكم، وتنولوا دايما كل اللي تتمنوا. النهارده احنا معانا طبعا مفاجاتين. معانا المفاجاه الاولى هي شهرزاد، وطبعا احنا بنشتغل بكل الحاجات الحلوه بتاعه شهرزاد. اصدقائنا اللي بيبعتوا على الصفحه، او الصديقه اللي بعتت كومنت على الصفحه، ان هو انا لازم اشتغل بالحاجه بتاعه المنتج، ما هو اوريدي المنتج ده خضار، وطالما انا لقيت منتج خضار محترم وفيه كل الفيتامينز، وحد يعني مصنع بالشكل اللي انا شفته الجميل ده، والنظافه دي، وان هو يعني عامل مقاييس معينه للمزروعات بتاعته من قبل اراضي زراعيه خاصه بيهم، عشان يقرب المسافة لنفسه، عشان يبقى مصنعه في الحتة دي، علشان هو يطلع المنتج ويبقى بيصدر. أي مصنع بيصدر بره مصر اعرفوا انه بيرفكت، انه ممتاز. ليه؟ لان هما ليهم مقاييس هناك متعبة جدا، مش اي حاجة اللي بياخدوها، ومش اي حاجة اللي بيقبلوها، مش اي حاجة بيقبلوها ليهم كشعب يتعاملوا بيها او ينزلوها كحكومة عندهم. فدي حاجة طبعا لازم اشتغل بيه. وبعدين ده انا بشتغل بخضار، وانا هشتغل بايه؟ وعموما جبنا لكم الاخضر وجبنا لكم الفروزن، لكن انا برضو هتعامل مع منتجات شهرزاد، لانه في كتير من السيدات وقتها ما يسمحش انها تنزل السوق وتشتري خضار فريش. كمان هنعمل النهاردة وصفة لطيفة جدا، نعمل فيها طاجن خضار بالشمر. طبعا يعني احنا هنحط كمية الخضار، لكن لو في الشمر الاخضر هيبقى ممتاز، لانه طبعا الشمر الاخضر ده، الشمر الاخضر هو اساس الطاجن، لو توفر بيتباع طبعا في الماركتس والهايبرز الكبيرة علشان نعمله. طبعا هنعمل معاه شوية خضار من حاجات شهرزاد الروعة، نقدر نحط معاه بقى بروكلي، نقدر نحط معاه بقى حاجات تانية من الخضروات المشكلة. وعندي طبعا شوربة السبانخ هنعملها بالكريمة، ودي برضو من الشوربات الرائعة الممتازة. هنحط معاها شوية برضو خضار حلو، وعندي ان شاء الله كيك الموكا هنعملها بطريقة لطيفة، ان في ناس كتير قوي بتحبها، وبتحب قوي انها تاخدها مع الشاي الصبح، او تاكلها كده مع كوباية قهوة، بتبقى حلوة قوي. عايزة اتكلم عن كلوسيز، لانه كلوسيز النهاردة معايا. وكلوسيز احنا اتفقنا ان هو منتج مصري تابع للشركة المصرية، اكبر شركة ادوية موجودة في تصنيع الادوية، موجودة هنا في مصر. وطبعا هو مش منتج حديث، هو منتج بقاله تقريبا اكتر من 15 سنة في السوق، وهو زيت كبد الحوت. كلنا عارفين فوائد زيت كبد الحوت، لان زيت كبد الحوت ده مكمل غذائي مهم جدا، بيتكون اولا من ايه؟ الكلوسيز، من ثلاث فيتامينز مهمين جدا، اوميجا 3 وفيتامين ايه وفيتامين دي، وده حاجه مهمه جدا، ان كل الفيتامينز اللي بيكون فيها ثلاث حاجات مهمه للشخص اللي بيستعمل الفيتامين ده، عشان بدل ما يجيب كل حاجه لوحدها هياخده في كبسوله واحده. طبعا الكلوسيز خليني اوريه لحضراتكم برضو عن قرب، هو عباره عن علبه، والعلبه دي داخلها ثلاث شرايط من الكلوسيز، دي الحبايه بتاعتها او الكبسوله بتاعتها، التابلتس بتاعتها. وهو صغير، اللي بيتباع مستورد اللي انا بشتريه، وعندي عقده الخواجه، بقول ده ما فيهوش ماده فعاله زي المصري. لا، مش كل على فكره الادويه ما فيهاش ماده فعاله، مش كل الادويه عشان مصري او ثمنه زهيد يبقى هو ما فيهوش ماده فعاله، بالعكس. هو نفس الماده الفعاله بتاعه المستورد، وعلى فكره هو بس الفرق في طول الكبسوله، ان الثانيه اكبر شويه. سعر الشريط 14 جنيه وربع، وطبعا احنا محتاجين نقوي المناعه. اوميجا 3
يعني بنقوي جهاز المناعة. احنا الفترة دي كلنا قلقانين، يا رب أول يوم في المدارس يجعله يوم يحفظ بيه من هنا لحد ما تنتهي اللغط والخوف اللي داخل كل الأمهات بالنسبة للفيروس كورونا، يكون يعني بخير، يمر بيه الولاد بخير. أهم حاجة النظافة الدائمة، الولاد لازم يغسلوا إيديهم بالمية والصابون لحد 20 ثانية بالعد، نعد لحد من 1 ل 20 وهم بيغسلوا بين إيديهم، والضوافر لازم تتقص كويس ولازم تتنظف بفرشة، وبين كل حصة والتانية. طلعت من البريك، طلعت فوق قبل ما اكل لازم اغسل، بعد ما اكل لازم اغسل بالمية والصابون. اهم حاجة النظافة الشخصية مهمة جدا، وشرب المية كتير جدا، يعني حتى لو هم معاهم فلاسك وخلصت لازم يبقى معاهم فلوس يشتروا مية، يشربوا مية على مدار اليوم. مهمة جدا، واتقالت من احد الدكاترة الناس يعني في وزارة الصحة انه من الحاجات اللي امنة نبعد عن الاماكن المزدحمة لو طفل عنده حساسية صدر او عنده حساسية في اي حاجة، الكمامة. ومش عيب، وعلى فكره الثقافه دي لازم ننقلها للولاد ونخليهم يخافوا على بعض. بلاش بقى السلام غير بالايد، من بعيد لبعيد، تطهير الايدين بالوايبس من وقت للتاني على قد ما نقدر للاطفال الصغيرين في السن، علشان ده مهم قوي. لعب الكوره بقى، واطلع من الكوره بايدي اكل او بايدي اروح او اعمل كده في عيني او في مناخيري عندي برد واروح ما اغسلش ايدي، دي ماساه، دي ماساه في العادي. فرجاء بلاش، خلينا يعني ايه نوصيهم قوي ونخلي بالنا قوي. ولو صابونه صغيره ليها كفر من الصيدليه بيتباع لوحده، نحط الصابونه فيها المطهره ونتعامل بيها ونغسل ايدينا رجاء، وربنا يحفظ اولادكم واولادنا يا رب العالمين. طيب النهارده بقى هنبدا في الوصفات الخاصه بينا. خليني الاول ابدا في الطاجن. انا هنا سلقت شويه لحمه، ولو اللحمه دي صغيره وحابين تعملوها او حتى تحطوا لحمه مفرومه مفيش مشكله. هستخدم خضار شهرزاد. انا عندي هنا كيس الخضار اللي فيه بسله وجزر وبطاطس، وده عاده بينفع للتورلي جدا، لانه عاده دايما بنروح نشتري الخضار فروزن ونيجي عند البطاطس نروح مقطعين بطاطستين ومقطعينهم. عايزه الكيس الخضار التاني اللي هو فيه الذره برده لو فيه مشكل، او بروكلي او خرشوف او الحاجات اللطيفه دي. عايزه ابدا استخدم الخضروات الكتير علشان دي كل ما بتكتر الالوان وكل ما بتكتر نوعيه الخضار كل ما بتبقى حاجه احلى. الشمر الاخضر ده بيتباع في السوبر ماركت، معلش بتبقى الكبيره، هتلاقوه شبه الشبت بس طويل قوي وليه راس بيضة كده، وبيبقى حلو قوي كمان مع الاسماك. يا ريت حضراتكم تجربوه. انا هنا هاخد الحله دي، اعتقد هنا هي سخنت، سخنت. خليني انقلها بس على العين دي، هبدا اشوح بس الخضار تشويحه حلوه. طيب اوكي، خليني اشيلها واخد كده معلقه خشب. زيت، وهبدا بقى اخد شويه الخضار. فين البصل والثوم؟ عايزه شويه بصل، هاخد كده ثوم حبه صغيرين، وعندي لا عايزاه فريش مع شرب. فين يا حبيبي؟ طيب معانا ام اسلام، ناخد حبيبتي. صباح الفل. صباح الهنا، عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله، انت عامله ايه يا حبيبتي؟ انا كويسه بخير طول ما انت بخير يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ودايما منوره كده. تسلمي لي يا قلبي، ربنا يسعدك يا حبيبتي. وعايزه اشكرك على ايه بقى؟ من الشكر والله. على ايه ان شاء الله؟ والله عملت على كل إيه؟ حاجه والله على كل حاجه يا حبيبتي. اسلمي، ربنا يخليكي بجد. انا مش عارفه اشكرك ازاي، وبقول لك ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي ويخليكي. وانا بقول لك ان انت فعلا انت بنتي، مش هقول لك يا روح قلبي، والله انت عندي زي اسلام، والله مش قادره اقول لك ايه. ده شرف ليا والله محبتك دي. ويبارك لك في ولادك. امين امين، والف مليون سلام على حماتك الغاليه يا رب يخليك، ربنا يتم شفاها على خير يا امين. رب امين يا رب العالمين، امين. بدعواتكم الحلوه والله. بشكرك جدا، بشكر حبيبي الغالي احمد عادل. تسلمي لي، ميرسي، الف شكر حبيب قلبي. وبشكر كل القناه الجميله، ربنا يخليكم ليا يا رب. بشكر حبايبي كلهم والله اللي عيدوا عليا. حبيبتي الغاليه مدام ثريا، اول حبيبتي طبعا، حبيبتي ام جوزيف، وبقول لها الف سلام عليكي من الشرقه يا حبيبتي. ومدام سميره بجد ربنا يخليها، مدام احلام حبيبتي الغاليه والله كلهم. وبشكر حبيب قلبي اسلام، وبقول له ربنا يخليك ليا يا رب. امين يا رب العالمين، امين، ربنا يخليه لك يا رب. كل من قلبي والله يا عزيمه، كل سنه وانت طيبه وفي سعاده ويا رب وراحه بال. يا رب يخليك ليا حبيبتي. وبشكر كل اهلي الغاليين، ربنا يخليهم
بشكر دعاء ومدام سهير والحاج صفوت بجد والله، ربنا يخليكوا ليا حبيبتي ويخليكي. ربنا يا حبيبتي يبارك لي فيك يا رب. ربنا يخليك يا ام اسلام، تسلمي لي يا رب، ما تحرمش منك ابدا ولا من سماع صوتك، وانت تستاهلي اكتر من كده بكتير والله، ودي اقل حاجه نقدر نقولها لك. يعني لازم نقول لك كل سنه وانت طيبه وعقبال مليون سنه والله. طبعا بقول لكل اصدقائنا واصدقاء البرنامج ومدام احلام ومدام روحيه ومدام ناديه حبيبتنا وام رامي ومدام فاطمه وام جوزيف ومدام سميره وطبعا مدام سوريا حبيبتنا مدام كريمه وكل اصدقائنا الغاليين وفراولتي طبعا الجميله اللي شفت لها صوره جميله وعامله عزومه حلوه دايما متجمعين عندك حبيبتي، تسلم ايدك على الاكل الحلو. طيب معانا مدام امل، السلام عليكم. ازيك يا عزيمه؟ اهلا بيك حبيبتي، اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا فندم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا عزيمه بخير. يا رب لله. دايما يا فندم، يا رب دايما. يا رب يخليكي حبيبتي. معلش يا عزيمه كنت عايزه اسالك على الكوليسيز. الامور يا فندم اتفضلي. يعني انا مريضه قلب وسكر وكده، فده ممكن عادي ان انا اخده ولا في قلق ولا حاجه؟ حاضر هقول لحضرتك اجاوبك حالا، بس هو المرضى السكر ممتاز عايزه اقول لك، لكن خليني اسال في قصه مرضى القلب ان هو ملوش اي اعراض جانبيه، هو فيتامين فقط. فخليني اسال، احنا معانا دكتور مصطفى بيجي فقره ثابته مدام امل، اوعدك ان يكون الاجابه بتاعه سؤال حضرتك ده يوم الخميس ان شاء الله يتجاوب السؤال ده، وهتشوفيه من خلال دكتور مصطفى حامد المستشار للشركه الخاصه بعرض كلوسيز. خلاص اوكي باذن الله، وعنينا ليك يا فندم، عنينا ليك، والف سلامه على حضرتك. الف سلامه يا فندم، تسلمي لي، في حفظ الله ونورتيني وشرفتيني. اعتقد هو بس انا برضه عشان ابقى اخذت ايه زي ما بيقولوا الاجابه من اصحابها، نبقى احنا عملنا الصح. انا خدت شويه بس من الميه حطيت عليهم هنا، هو طبعا مفيد جدا لمرضى القلب ومفيد جدا لمرضى السكر والكوليسترول كمان على فكره، وطبعا للحوامل، عشان بس انا اتسالت السؤال ده، هو طبعا الحوامل بتاخده امن جدا لانه فيتامين، هو ما فيهوش حاجه، هو فيتامين A ودي واوميجا 3، واحنا بنحتاج اصلا ناخد ده، حتى اول 3 شهور بياخدوا الفوليك اسيد، يا ريت برضه من وقت للتاني بعد اذن حضراتكم تاخدوا الفوليك اسيد، مش شرط يعني لازم تكون في فتره الحمل فقط. ده خليني اخد كمان كام بصلايه خضراء حلوه، وهبدا بقى اقفل الطاجن. انا عايزه احطه مع شويه مرق ني في ني، عايزه اعمله حاجه خفيفه لانه في اصدقاء كتير لينا بيقولوا احنا عايزين وصفات خفيفه جدا. طبعا احنا لو عملنا الشمر الاخضر عايزه اقول لكم طعمه غير عادي، بتقطع كده شرايح بالاخضر بتاعه يبقى طاجن شمر بالخضار تحفه. انا حطيت شمر النهارده جاف لانه ما لقيناش ساعتها الشمر، لانه اكتر حاجات بتتاخد من الماركت بسرعه جدا علشان محلات الاسماك والمطاعم الكبيره. فانا دلوقتي هاخد الطاجن اهو، هبدا احط فيه هنا كده بسم الله، احط طبعا بس رشه ملح قبل ما اقفل، انا برضه هسقيب مرق، فانا يعني مش هنسى ان برضه هيبقى فيه نسبه ملح كده، ونقلب كده تقليبه حلوه، وبعدين هحط بقى الخضار الجميل ده لوش كده هنا، نبدا نصب جوه الطاجن، هرفع الحله وهنبدا نحط بقى باللحمه كده ونسقي شويه شوربه، اللي عايز يحط عصير طماطم، حطيت طماطم متقطعه شويه عشان تدي طعم خفيف، ودول لاصدقائنا اللي عندهم مشاكل مرضى قلب ومرضى سكر ومش عايزين ياخدوا حاجات فيها دسم او معلبات او صلصه او حاجات يعني مش طبيعيه، فانا برضو لازم اراعي ده جدا. هنعمل كده، اللحمه طبعا مسلوقه، هسقي بمرق اللحمه مش هسقي بحاجه، يعني المرق اللي احنا سلقنا فيها اللحمه ان شاء الله يبقى فيه. هحاول انا ابعت ان نجيب ده في وقت يكون بدري شويه او بالليل متاخر قوي، بقى لازم نجيبه الشمر الاخضر ده لانه فعلا بينقص جدا، الواحد ما كانش متخيل انه بالكميه كلها بتتاخد، يعني ما شاء الله حتى المرمريه الخضراء بتتاخد، الريحان الاخضر، كل ده مطاعم وشركات بتبقى متعاقده فبتاخد بكميات من الماركتس الكبيره كده. وهاخد كده 2 لوش من الشوربه وهحطه بقى في الفرن، وممكن ايه
على الوش كده. انا حطيت طبعا معاه شويه سبانخ خضراء، وممكن تبقى السبانخ الفروزن، كزبره خضراء كده، نسقي بقى هنا. وانا بقى هدخله الفرن، فرن عندي سخن 180، هدخله زي اي حاجه حلوه في الفرن، بما ان اللحمه عندي مسلوقه فاحنا هناخد تسويه نص، يعني هياخد له حوالي مثلا من 30 ل 40 دقيقه او ل 45 دقيقه لحد ما تتشرب الصوص والخضار ده يستوي، ونبدا نطلعه ونتعامل معاه. شويه رز وشويه سلطه خفيفه جنبه ويبقى تمام جدا، وبالهنا والشفا لكل اصدقائنا. انا سقيت بمرق اللحمه، ومرق اللحمه ده انا طعمته ببصل وطماطمايه وورق لورا حبهان وجوزه الطيب وفص مستكه اهو كده. واسمحوا لي بقى ادخله الفرن. انا بس هنطلع اللي جوه ده بعد اذنك يا حماده، وهغلفه شويه الاول بورقه فويل كده، وهندخله الفرن. هيقعد زي ما اتفقنا من 25 لحد 40 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن. استسمح حضراتكم يطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي وصفاتنا، مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل شوربه لطيفه بس بالسبانخ، عايزين بقى تضربوها في الخلاط وتبقى شوربه كده كريمي، نحط معاها شويه كريمه وتبقى حاجه من الحاجات المختلفه قوي قوي. احنا هنقول الوصفه بتاعتنا، اللي عايز بقى يحط لها حاجه كده سبايسي سنه، ممكن معلقه هريسه للطعم لو بتحبه، اللي مش بيحب مفيش داعي. هننزل المقادير شوربه السبانخ الكريمي. عندي سبانخ مفرومه، وطبعا هستخدم برضو سبانخ شهرزاد، وعندي كوسه مكعبات، وكوبايه من الكريمه، معلقتين دي اذا حابين الصوص يبقى تقيل، ومرق، ملح وفلفل، بصل مفروم، ثوم مفروم، جوزه الطيب، وكزبره خضراء، عصير ليمون، وزيتون اسود، وبقدونس، هريسه، مرق. طبعا خلاص احنا قلنا كريمه. الزيتون الاسود ده اختياري، لانه يعني انا دقتها مع ناس وكانوا حاطين على الوش قطع من الزيتون الاسود ومعاها العيش المحمص، وقدموها كده تتاكل بالمعلقه مع العيش المحمص بالزيتون، فكانت طعمها حلو قوي الحقيقه. حبيت برضو ان انا اقول لحضراتكم وصفتها. احنا ممكن يا حماده نجيب بديل شوفان ونجيب شويه عسل ابيض، ولما نيجي نعمل الكيك الحلوه اللي احنا هنعملها بتاعه القهوه سريعه الذوبان، علشان برضو اصدقائنا اللي حابين الحاجات الهيلثي. بس امسح دي كده تماما اوكي. وهاخد بصل، معلقتين من الزيت النباتي، بسم الله كده. وممكن اخد مكعب واحد صغير للطعم، واللي مش عايز يحط ما يحطش زبده بس كده. وطبعا هشوح فيها البصل. برضو انواع شوربات مختلفه ولطيفه، نستخدم فيها انواع خضار. وعلى فكره لما تحسوا ان انتوا الخضار الفروزن موجود عندكم كتير، ممكن قوي نستغله في الوصفات، الحشوات، الحركات، علشان نعرف ندوره بشكل صح في وصفات شوربات، في وصفات فيها حشوات خاصه بقى بمعجنات، او خاصه بحشوات لاي حاجه، او يدخل في طواجن زي ما عملنا قبل كده. وينفع قوي مع بواقي اللحمه المسلوقه، بواقي الفراخ المسلوقه، اي حاجه باقي عندنا مفيش مشكله خالص نعرف نستغلها. هاخد كده فصين من الثوم، طبعا السبانخ بيليق معاها قوي الثوم، فاخد فصين ثوم كده حلوين، واحط رشه ملح وفلفل عشان البصل يتحمر معايا على طول كده، بسم الله، تشويحه كده. كل ده هيتضرب في الخلاط وهخليه خليط كريمي حلو قوي زي ما عملنا قبل كده شوربه البروكلي وغيرها. نزل بس الكوسه كوسايه كده حلوه، او اتنين كوسايه حلوه، ونشوحها. وطبعا لو عندي كزبره خضراء والسبانخ، هبدأ بقى أقلب بقى الخضروات دي مع بعض كده تقليبة وتشويحة حلوة مع رشة فلفل خفيفة، وطبعا جوزه الطيب لانها بتبقى حلوه قوي مع السبانخ. ويا سلام بقى لو السبانخ كمان بالبيض اللي هي بتبقى، انا حطيت خلاص قطع، اتفركت قطعه صغيره، هتتضرب بقى مع الشوربه هتبقى هايله.
بتبقى رائعه. يعني نغير كده في الايه، في الحاجات اللي احنا متعودين عليها. معايا حبيبتي مدام سميره. صباح الفل. يا صباح الفل يا حبيبه قلبي. صباح القشطه وصباح الجمال وصباح كل حاجه يا حبيبه قلبي. ازي حضرتك؟ الجميل ده هو فعلا اصح حاجه الحقيقه. اه حبيبتي سلمين. اللي ممنوع عنهم الدهون والحاجات دي. اه دي حقيقه. عندنا ممنوع علينا الدهون وكده. ربنا يديكوا الصحه دايما يا رب والعافيه حبيبه قلبي. الله يخليكي وميرسي يا حبيبتي على المعايده بتاعتك الجميله. احلى معايده يا حبيبه قلبي. يا حبيبتي تسلمي يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه والله وبنوتك كمان. بس بقول اه بقول لنيفين كل سنه وهي طيبه لان كان عيد ميلادها حبيبتي امبارح الحقيقه. يا روحي كل سنه وهي طيبه. ما بصي يا حبيبتي خمسه ام اسلام، سته انا، نيفين ثمانيه. يا حبيبتي ما شاء الله. ويعني انا طبعا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين وربنا يجعل يا رب ايامكم كلها سعيده يا رب وامنيات متحققه باذن الله. الله يخليك يا حبيبتي ميرسي خالص على كل حاجه بتعملها لنا الحقيقه. يعني تسلمي يا حبيبه قلبي كلك ذوق والله. مدام سميره ليكي اي طلب حضرتك انت عارفه طبعا غلاوتك اموري يعني. الله يخليكي يا حبيبتي تسلم ايدك. لا كمان السبانخ دي كمان حلوه قوي حبيبتي تعجب حضرتك والله طعمها آه جميل مع العيش المحمص. تقولي لي قوي. تقولي لي معلش المقادير عينيا عشان كنت بتكلم في التليفون. عينيا حبيبه قلبي عينيا نزلها لحضرتك حالا. تسلمي لي حبيبتي للكاست كول. تسلمي بس وصلوا سلامهم لحضرتك شرفتيني يا رب. تسلمي لي حبيبه قلبي. طبعا احنا عملنا ايه، انا حطيت دلوقتي معلقه صغنونه قد كده من الهريسه دي بس كده بتدي تيست للشوربه. ونقدر نجيب العيش المحمص سواء عيش لبناني او عيش اللي هو التوست، ناخد الحروف ونديله دهنه زيت زيتون ونديله فص ثوم كده نروح عاملينه عليه، مش لازم يكون مفروم، يا دوب نمسح فص الثوم وبعد ما بيطلع بنحط عليه زيتون المفروم ده بيبقى جميل وتقطع مكعبات. الشوربه دي انا عملت بصلايه مفرومه شوحتها في معلقه زيت ومكعب صغير قوي من الزبده، حطيت عليها معلقتين ثوم مفرومين وبعدين نزلت بالكوسه. لو انا عندي بقى اي خضار عايزين تحطوا شويه سلق معاها ماشي. حطيت شويه انا كزبره خضراء، حطيت معاهم السبانخ وهبدا بقى اشوحهم. طبعا شويه جوز الطيب ورشه ملح وفلفل وهسقي بالمرق. والمرق اللي عندي ده مرق اللحمه اللي اتسلقت واخدتها في الطاجن، فهحط كده شويه من المرق. وطبعا ينفع اي مرق عندنا حتى لو مرق خضار. انا عايزه بس ايه تغلي غلوه كده حلوه و هبدا اضيف لها طبعا في الاخر خالص الايه الكريمه كده. تمام هبدا بقى اسيبها تغلي كده مع بعض غلوتين حلوين بقى تتضرب في الخلاط ونبدا نضيف عليها الكريمه والطعم. حطيت عصير ليمون شويه من عصير الليمون برده وطبعا مع كده ايه تيست خفيف رشه ملح خفيفه ورشه فلفل اخيره. وهبدا بقى اوطي النار كده عليها او هسيبها ايه تغلي غلوتين ثلاثه، مش هسيبها تغلي كتير. وبعدين اخد اضربها في الخلاط وعلى النار ابدا اخلي عايزينها قوامها خفيف. اوكي عايزين تتقلوا القوام شويه يبقى هنحمر معلقه دقيق في الاول ونضيف عليها الخليط ونقلبها تدي تقل شويه. لو انتوا حابينها حاجه مشبعه لكن انا شايفه انها جنب العيش هتبقى برده لطيفه وخفيفه وتدفي. دلوقتي بقى هنتكلم على الكيك الخاص بالقهوه سريعه الذوبان. طيب احنا دلوقتي هنقول مقادير الكيك وهقول برضو البدائل ليه علشان لو مش عايزين نعمله بالدقيق الابيض وعايزين نعمله بالدقيق الاسمر او اسفة دقيق الشوفان مع العسل الابيض. طيب هناخد كده عندنا كوبايتين وربع من الدقيق، ثلاث بيضات، كوباية سكر. مكان كوباية السكر اقدر احط ثلاث معالق من العسل الابيض، يعني هيبقوا بمقدار تلت كوباية عسل ابيض، تلت كوباية. تلت كوباية من الزيت، فانيليا، رشة من الملح. الصوص اللي هستخدمه هو عبارة عن كوباية مية مغلية، خليني بس اغلي الكاتل، عايزة بس ازودها حمادة شوية صغيرين مش كتير عشان تغلي على طول. وعندي نص كوباية سكر هستعيد عنهم بمعلقة واحدة من العسل الابيض وتلت معالق كبار من القهوة سريعة الذوبان. دي الصوص اللي هيتضاف وهيدي النكهة اللطيفة اللي احنا حابين نحصل عليها. ده كده هو قهوة صرف. طبعا في كيك تاني خاص بالقهوة العربي او القهوة بتاعتنا احنا، لكن لو عايزين تستخدموها ومفيش عندكم ده هنغلي القهوة بتاعتنا المصري بتاعتنا المحوج العادية اللي يعني مش لازم يبقى فيها تحويجة، تبقى السادة، هنغليها ونصفيها ونخففها. في الحالة دي نقدر نستخدم القهوة البن بتاعنا احنا المصري العادي خالص لو مفيش القهوة سريعة الذوبان.
خليني بقى ايه ابدا اقول كده، انا هاخد كده البيض، ممكن اخد هنا كده بسم الله العجان، هبدا بقى هنا اعمل. وانا حبيت اقول برضو دي شوفان وحاجه خفيفه عشان برضو مرضى السكر ما يبقوش متضايقين، ليهم حق ان هم ياكلوا حاجه، ومش شرط تكون يتحط في الاخر القهوه، عايزين تستبدلوها وتحطوا مكانها كاكاو هتبقى لطيفه جدا، تستبدلوها تحطوا مكانها تاتش قرفه، تحطوا مكانها اي فاكهه بيوري براحتكم، تطلع تفاح، تطلع اناناس مضروب، تطلع مثلا قرع عسلي، اي حاجه من البطاطا براحتكم، يعني في الاخر ترجع لحضراتكم تغيروا في الوصفه زي ما انتم عايزين. انا هاخد كده البيض وهاخد الفانيليا وهبدا احط هنا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المفروض كان عندي سكر، مش هضيف بقى السكر، انا هحط عسل علشان اصدقائنا، انا عاملاها النهارده عشان اصدقائنا، لكن البديل ايه؟ كوبايه عسل، كوبايه سكر، وهي سكر انا جايباها حتى بني لو حضراتكم تلاحظوا، سكر بني ده برضو بيتباع، وفي سكر الرملي التاني ده اغلى شويه بس برضو ده يحل محله، مفيش مشكله خالص لو استخدمناه. هاخد كده بقى العسل الابيض وهاخد الزيت وهروح هناك، ودي من الحاجات برضو الخفيفه، ولو انا عايزه زي ما قلت لحضراتكم امشيها صيامي في يوم من الايام يبقى انا مش هحط البيض، هشيل البيض واحط مكانه اي حاجه من الفاكهه البيوري مسلوقه ومفرومه مهروسه. وادي العسل الابيض اهو، وحطيت الفانيليا، خليني بس ايه اضرب دول مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت كده البيض والعسل والفانيليا وحطيت نص كوبايه الزيت، وهبدا بقى اخد كده جنبي الدقيق، ممكن قوي نخلط بس معلقتين دقيق ابيض مع دقيق شوفان، او اعملها كلها دقيق شوفان، او بين دقيق الشوفان والقمح، او احط جنين قمح وشوفان ومعلقتين دقيق ابيض عادي جدا. اقلل بس من نسبه الدقيق الابيض خالص، وممكن الغيها الغيها. هخلي بس ده هنا كده في بوله عشان هبدا اضيف عليه الميه السخنه مع معلقه عسل، بس انا هحط لها بقى معلقه سكر بني. خلينا هنا ارفع ده بسم الله، وهحط كده الدقيق الشوفان، ناخد معلقه بسم الله الرحمن الرحيم، ومعلقتين كبار من الدقيق الابيض. خليني بقى اقلب الخليط الحلو ده، ذره ملح خفيفه، وبعدين هاخد هنا تسلم ايدك يا حماد المعالق بتاعه القهوه سريعه الذوبان الثلاثه، هي يعني اساسي فيها القهوه تبقى نسبتها كبيره كده، ثلاث معالق كبار، واتفقنا لو عندنا القهوه معلقتين بس من السكر البني، وبعدين هضيف الميه السخنه اللي بتغلي. وهقلب، لو قلنا مفيش عندنا البن بتاعنا العادي بس مش محوج هستخدمه، هعمل القهوه واخفها بس شويه، يعني اصفيها وبعد ما اصفيها اخفها بميه سخنه واكمل الكوبايه، مفيش مشكله خالص كده تمام. هبدا بقى اخد الخليط ده وهشوف لو محتاجه بسم الله. خلينا بقى نقلب كده الخليط مع بعضه، ريحه طبعا قويه جدا. بصوا بقى هي بتبقى شبه شويه سايله شويه، بس عايزه اقول لكم من الحاجات الرائعه، انا ممكن ازود بس معلقه دقيق كمان وخلاص، بس يبقى انا حطيت تقريبا نص كوبايه من الدقيق الابيض.
كامله من دقيق الشوفان. لو عايزين تخلوا بكميه كلها دقيق شوفان اوكي، ريحه قويه بس حلوه، واللون هيفتح معاكم شويه مع الضرب وده مهم. كده بقى هبدا افضي بقى، اشيل دي كده احط بس ده هنا عشان ما يوسخش. الريحه قويه جدا حلوه جدا. نشيل بقى دول وهاهي لاي بقى قالب حضراتكم حابين تتعاملوا معاه. خد بس كده شويه زيت بسيطه، ممكن نحط ورقه زبده لو انتوا عايزين، وهبدا ادهن كده الحروف والجناب كمان لحد فوق. ولما بيكون في قالب في الفراغ اللي في النص او الشكل البيضاوي اللي في النص ده ادهنوه كمان داير ما يدور ولحد الحواف عشان ما تلزقش. وهبدا بقى اصب كده. حلو قوي الكيك دي، حلوه قوي. وتقدروا بقى يعني ايه تبدي عايزين تحطوا بقى تاتش قرفه معاها للي بيحب اوكي كده. وانا بقى هبدا ايه ادخل هخلط دلوقتي الشوربه هوري حضراتكم، بس قبل ما نطلع ندخلها الفرن 180 على الشبكه في النص، هتاخد حوالي من 20 ل 25 دقيقه ممكن لحد 30 على حسب درجه حراره الفرن. و هجربها بالتسبيك، طلعت فاضيه خلاص تمام هطلعها وتتقطع وتاخد مع الفطار ان شاء الله تعجب حضراتكم. عايزين تحطوا تشوكلت شيبس معاها براحتكم. خليني بس ايه هنطلع بقى الطاجن بدا شويه، لا خليني احطها هنا وهقفل وهنطلع بقى. نستسمح حضراتكم نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنرجع معانا خبيرة التغذية شهيرة أبو سيف هتنورني وتشرفني، وهنتكلم عن كورسات هيربل بانك والجديد اللي متقدم لنا والخصومات النهاردة. انتظرونا لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل، وانضمت لي وشرفتني ونورتني دلوقتي في الاستوديو ضيفتي الجميله شهيره ابو سيف خبيره التغذيه. صباح الخير يا شوشو. صباح الفل يا زوزو. عامله ايه يا قمر؟ حبيبتي الحمد لله كله تمام. إيه؟ كله تمام. كنتي بردانه يا شوشو قبل ال الجو برد قوي يعني. الجو قوي برد عندكم، احنا بندخل هنا نتجمد بحضراتكم يعني. احيانا الواحد بيبقى لابس قميص كده فالواحد بيبقى يعني ايه على اخره يعني. طبعا سيبوني اوجه تحيه يعني طبعا لشركه هيربل بانك، واشكر كل الاصدقاء اللي بعتوا كومنتس على الصفحه الشخصيه وحتى انبوكس على الماسنجر اللي جربوا المنتج وقالوا ان هو فعال معاهم وتعاملوا بيه وبداوا ينزلوا. خلينا الاول يا شوشو ننزل الصفحه الخاصه بهيربل بانك ونبدا ننزل الارقام على الشاشه. أيوة. ونتواصل بقى كل الناس اللي حابه تتواصل، هم اربع ارقام ودي صفحه وحيده احنا جمعنا فيها الحاجه. وهنبدا بقى كل الاصدقاء اللي عايزين يتواصلوا من خلال الصفحه يقدروا يبعتوا من خلال الصفحه. الصفحه ومن خلال طبعا التليفونات والمتابعات عن طريق التليفونات، احنا كل ويك اند لينا متابعه طول اليوم. تمام. وعندنا متابعات يوميه برضو بس بتبقى بعد الدور يعني بعد مواعيد الحلقات بتاعتنا. أوكي. بنبدا الناس تتابع معانا. اهم حاجه بس التواصل ده مهم جدا معانا. اكيد. لانه ده مهم علشان ايه بقى؟ علشان خاطر الناس بتفتكر ان انا هاخد الكبسوله وخلاص انا كده هتعامل مع نفسي، لا. انا حابه اقول للناس انه المتابعه معايا افضل بكتير من انك تاخديها لوحدك. صحيح. انت تاخديها لوحدك ممكن تلخبطي في الاكل، ممكن تلخبطي في مواعيدها، ممكن لما تنسي فتلحقي تقول لي يعني مثلا لو انا كاتبها لها مثلا قبل الفطار او قبل الغداء هي تاخدها، طب ده انا نسيت اخدها بعد الغداء، ممكن ما يناسبش حالتك الطريقه دي. فعشان كده احنا بنتفق على المتابعه، المتابعه ثم المتابعه ثم المتابعه عشان توصل للنتيجه اللي هي عايزاها. بالظبط. علشان هي ايوه عشان هي اللي توصل للي هي عايزاه. ده مهم جدا. احنا النهارده هنتكلم في موضوع بسيط وحابه انا اتكلم مع الناس بما ان احنا كلنا بردانين وجعانين يعني. ريحه الشوربه بدات تهل عليا دلوقتي. بالظبط كده، والريحه بدات تطلع فجعانين يعني. طبعا النهارده انا هقول للناس ازاي ناكل كل حاجه كويس وكاننا ما اكلناش اي حاجه. حلو قوي ده. شعر بتقولي شعر. ده شعر انا بحب. ايوه يعني انا احب اي امشي على الكافيه حبيبتي. حلو قوي ده. عارفه ليه؟ لان في ناس كتير بجد والله
مشاكلهم في ان هم بيتحرموا من الاكل ومش عايزين كده. ايوه بالظبط كده. عشان كده الناس دايما بيتهيأ لها مثلا لما بقول لها احنا هناكل اكل صحي، يعني معنى كده ان انا همشيها بقى على مسلوق واكل ملوش طعم ومن غير البهارات بتاعتنا ومن غير الصلصات بتاعتنا ومن غير لا لا لا، على رغم الاكل الصحي يا جماعه والله مش كده خالص، بالعكس خالص. احنا هناكل كل حاجه، وحتى الاكل اللي هو اللي احنا بنسميه بقى اللي هو الاوفر، يعني التقيل بتاعنا، المحاشي والبشاميلات والحاجات دي كلها، حتى دي انا اقدر اخليكي تاكليها بطريقه صحيه جدا من غير ما تحسسك بان انت خدتيها وبدانا نتقل وبدات معدتنا تجمع كل الدم، فاحنا جالنا هبوط وجالنا بقى الانسولين عالي ومشاكلنا بدات تزيد، ونبدا بقى الكروش والبطون والحاجات تبدا تتكون عندنا. مش عايزين نتكلم عنها دي النهارده كده. فبما اني كده لا، انا النهارده جايه اتكلم ازاي ناكل كل حاجه. طب يعني ايه ناكل كل حاجه؟ يعني اي اكل انت بتحبيه هناكله، بس طريقه ايه؟ اول حاجه انا بحب اقولها للناس نحاول نقلل على قد ما نقدر من الاملاح والسكريات. حلو قوي. كلي اشربي اي مشروب انت حباه. لو بنحب السحل، بنحب الهوت شوكليت، بنحب الحاجات اللي هي كلها سعرات حراريه، على الاقل طالما انا واخده فيها نسبه سعر حراري يبقى ما كملوش بالسكر الزياده. اخدوه بعسل، صح، اخده ساده ما فيهوش مشاكل. عندي انا لما بحب الهوت شوكليت مثلا اشرب الهوت شوكليت الخام، شوكولاته الشوكولاته كاكاو خام او شوكولاته خام، بدل الشوكولاته اللي فيها شويه سكر ولبن بالظبط، حاجات تانية وشويه زبده وشويه حاجات كده. اقول لك بقى عندنا حاجات كتير كده بنضيفها. لا هناخدها بطعمها الحلو، يعني بطعمها الحلو، واقلل فيها نسبه السكر. السحلب مليان نشا، فانا واخده اوريدي سعرات حراريه صحيح كتيره. طيب انا هاخده ما زودش بقى، نحط بقى على النشا كمان معلقتين ثلاثه سكر عشان يسكر ويبقى طعمه حلو. لا نحاول ناخده. لا ده غير المكسرات اللي على وشي، انت نسيتي ولا ايه؟ لا انت اكيد ما كنتيش صح. لو خدنا المكسرات، يفضل المكسرات اللي مش مملحه. أيوة. ونحمصها. ونحمص. لو حمصناها انا كده عملت زيرو كالوريز، يعني كاني بالظبط فعلا عدد السعرات الحراريه قلت بكتير. فده دي من ضمن الحاجات. طيب المحشي مثلا، اللي بيحب المحشي هناخده يا جماعه، ناخده ني في ني. مش لازم نسبك الصلصه والله تحفه، مش لازم نقدح السمنه رهيب، ممكن نستخدم مع الخلطه بتاعه المحشي الزيت الزيتون. الله. هنحطه على الخلطه ونحشي وهيبقى طعمه تحفه. تحفه. او ستي حته سمنه بلدي معلقه قد بتاعه الشاي بالزبط. على الحله كلها وتتدوب مع الشوربه مثلا. ايوه بالظبط كده، هنبقى ايه، اكلنا كل حاجه. طيب كمان حاجه مهمه جدا دي بقى للناس بتبقى ايه، تقول لك ايه انا ده انا ما باكلش والله، وهي اصلا طول الوقت هي فعلا ما بتاكلش، بس بتعمل ايه يا زوزو؟ بتلقط. عارفه انت ايه الطلقيط ده؟ برضه بيجمع، خلي بالك اخر الشهر. ايوه الطلقيط ده اللي هو ايه، بيجمع جامد. انا عديت كده بعمل كوبايه شاي، فلقيت مثلا طبق تلات اربع خمس كده صوابع محشي دخلوا جوه بقي، رحت واكلهم كده وانا واقفه ما اكلتش والله. انا ما اكلتش حاجه والله. لا وفي الاخر اطلب انا هشرب 7 دايت. بالظبط. هاخد اي مشروب ولا اي دايت، اي حاجه. شفتي ده صحي 100%. ما حطيناش فيه حاجه غير معلقه زيت شوحنا كل الخضار، ودي مرقه اللحمه اللي اتسلقت مثلا اهو، ولحمه من غير دهون، يعني برضو احنا نسبه الدهون في اللحمه تكاد لا تتعدى على 10%. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. هو ده طريقه الاكل اللي بقول لها انت هتاكلي كله، اي حاجه. اي حاجه انت بتحبيها هتاكليها، بس هناكلها ازاي. والاهم بقى نبطل تلقيط ونلتزم بالمواعيد. يعني هصحى بدري، اصحى بدري وابدا اخد مثلا كوبايه ميه بليمون، كوبايه جنزبيل بالقرفه، حاجات كده بسيطه تنشط معدتي وابدا بيها معدتي على الصبح كده دافيه، تهدي بيها المعده، ما تعمليش تقلصات، ما تبهدليش. أيوة الدنيا. او حتى تعمل احتقان في فم المعده للناس اللي بتعاني من الموضوع. او نبدا بالاعشاب بتاعتنا. اعشاب كلها طبيعيه. انا عندي المرمريه والشاي الاخضر والشاي الابيض، وعندي القهوه الخضراء، وعندي حاجه اسمها سفوف التخسيس، كل ده انا مجمعاه في باكت واحد هنشربه على الريق، يبدا ينشط عندي الدوره الدمويه. لو عايزه تجيب قهوه خضراء بس يا شوشو ما عنديش مشكله، بس انا هقول لك على حاجه. انا ليه بقول لا بدل القهوه بتاعتنا المحوجه عادي ان هم يتعاملوا بيها حتى لو معدل. طبعا هي فيها نسبه معدل حرق عالي، بتعلي معدل الحرق جامد في الجسم. القهوه الخضراء والشاي الاخضر الحاجات دي فعلا، اولا هي بتعمل ايه، بتعمل عمليه ريلاكسيشن لكل العضلات والاعصاب، وفي نفس الوقت بتعلي معدل الحرق في الجسم. كويس. انا جايبه لك بقى اعشاب حاطه لك فيها خليط. ليه؟ ما ممكن الناس تقول لك انا بشرب القهوه الخضراء بس بيجي لي امساك. صح، بتعاني من حاجه معينه، او القولون بيتعبني. صح. من الشاي الاخضر. او بحس. حاطه لك بقى العوامل المساعده معها نعناع تهدي القولون، تهدي المعده. فبالتالي انا مجمعه لك مجموعه اعشاب هتشربيها الصبح تعمل لك ايه، تعمل لك ريفريش، تعمل لك ديتوكس الصبح. قبل ما ناكل نبدا نشرب كوبايه الاعشاب بتاعتنا، هيبدا
مبدئيا الجسم هيبدا ياخد طاقته، الجسم يبدا يدفى، وفي نفس الوقت هيحصل ايه؟ هغسل جسمي ونبدا عمليه الحرق تشتغل. طب نيجي بقى للكبسولات. انا عندي كبسولات، انا النهارده جايبه الفيديو ده يا زوزو مخصوص عشان اشرح للناس يعني ايه تكميم معده. انا باخد كبسوله وبقول بديل تكميم معده. كبسوله انا بلعتها، شربت معاها كوبايتين ميه، بصي بدات تعمل ايه؟ تنفش جامد، بدات تنفش، هي دي كتير قوي. عامل الالياف اللي متغذيه بيه الكبسوله، حاطه فيها كم الياف جامد. بصي فضلت تكتر 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 لحد ما وصلت لثلاث ارباع المعده. لما هتيجي تاكلي هتاكلي مش هتقدري تاكلي، هتبداي تحسي بايه؟ تبداي تحسي ان انت شبعانه، خلاص قدامك الاكل اللي بتحبيه. عشان كده بقول لك هتاكليه وفي نفس الوقت طب وبعدين؟ لا انا مش هاكل نفس الكميه اللي انا متعوده عليها كل مره، انا الكميه هتقل كتير جدا. فبالتالي اتفضلي. بس ده بقى مش قهوه خضراء، احنا عملناه بالقهوه سلاسل الذوبان وقلت نبدل ليها، وممكن نعمل بالقهوه الخضراء على فكره. تقدروا لو موجوده عند حضراتكم طبعا استخدموها مفيش مشكله. احنا كده هنعمل هاخدها، ادي الكبسوله اهي اللي احنا شرحناها، عملت نفشت في المعده، بدات تعمل تحسسني بالشبع مده طويله. قد ايه تقريبا يا شوشو؟ احنا المفروض بنقعد حوالي 8 ساعات شبعانين بالكبسوله دي. في بقى طبعا الاوزان العاليه اللي عندهم شراهه انا بديها مرتين في اليوم، مره قبل الفطار ومره قبل الغداء علشان تقعد معايا مده طويله حاسه بالشبع، خصوصا في اوقات الشتاء وخصوصا في اوقات خاصه بالسيدات. بيجي لنا وقت كده بنحسين ان احنا عايزين ناكل وبس، بديها دي بزود لها الجرعه او بديها الجرعه اكتر علشان نبدا نحس بايه؟ بالشبع. عشان كده النهارده بقى يا زوزو أيوة. انا مكرره معايا نفس العرض اللي هو المكثف، العرض المكثف لكل العروض بتاعتي. انا عندي عرض الشهر المكثف هو كبسوله وعليها نقط وعليها اعشاب ومعاها كبسوله زياده. عندي عرض الشهرين المكثف كبسولتين واتنين نقط واتنين اعشاب وعليهم نوعين كبسول زياده. عندي كورس الثلاث شهور ده الثابت معايا ثلاث كبسولات والثلاثة نقط والثلاثة اعشاب. عيد تاني، انا عندي كورسات مكثفه. كورس الشهر اللي حابب ينزل وزنه مثلا، احنا انا تخنانه 13 14 15 كيلو، انا مدياكي في الشهر الواحد هتخسي ال 15 كيلو كبسوله وعليها نقط واعشاب وفوقيها كبسوله زياده تبدا تحسسك بالشبع وكمان تنحت منطقه الجسم. معايا عرض الشهرين كبسولتين واتنين نقط واتنين اعشاب عليهم كبسولتين هديه، يعني معاكي اربع كبسولات في عرض الشهرين المكثف، معايا كورس الثلاث كبسولات والثلاثة نقط والثلاثة اعشاب لكل اللي حابب برضو يوفر. وعايز ياخد لمده 3 شهور مثلا او اللي حابب ينزل في شهر ونص بالثلاث كبسولات بيكثف معايا. فانا العروض المكثفه انا شغاله بيها طول الشتاء لان احنا الشتاء ما يعني ما بيرحمناش خالص، برد وجوع يعني ما بيرحمناش. مزوده كمان النقط في يعني انا عندي نقط في العرض المكثف ده للي مثلا وزنه مثلا من 10 15 كيلو عايز ينزل في شهر، مدياله كبسوله وعليها نقط وعليها اعشاب، النقط هتبدا تسخن جسمه، هنبدا نحس بالدفى، هنبدا نحس بان جسمي بيحرق. اي حد بيبدا يقول لي بس انا بسخن، انا احس ان جسمي بيسخن، اقول له ايوه علشان انت جسمك بدا يحرق. عملية الحرق بدأت تشتغل في جسمك، فعشان كده انت حاسس طول الوقت ان انت حران او سخنان او جسمك سخن، ودي حاجة كويسة جدا. اول ما الناس تبدأ تقول لي المعلومة دي انا بنبسط جدا، معنى كده ان انا شغالة صح وماشية على الطريق صح. هنيجي بقى نتكلم على برضو هرجع واتكلم معاكي برضو على طريقة الاكل واسلوبنا في الاكل. انا هنا جايبة كورسات تناسبنا في كل من كل انواع الشهيه سواء المفتوحه سواء الناس اللي مثلا اللي هي تحب تاكل بالليل او اللي طبيعه شغلها معكوس يومها معكوس يومها. انا كده جايبه لك كبسوله على حسب وزنك على حسب حالتك الصحيه تقدري تاخديها تحسسك بالشبع مثلا لمده 8 ساعات. لو وزنك عالي بديها لك مرتين، لو انت وزنك كتير في ناس عندنا مثلا بيوصل وزنها فوق ال 150 و 160 كيلو بديها كورس الثلاث شهور مكثف نقدر ننزل ما بين 30 ل 35 كيلو في الشهر في الثلاث شهور. وده طبعا معدل حلو جدا جدا. الناس بالرجيم العادي بتنزل كيلو في الاسبوع وتقول الحمد لله انا نزلت الكيلو ده. انما انا بقول لك انت تقدري تنزلي في الثلاث شهور ما بين ال 30 لل 35 كيلو في الثلاث شهور. هعيد تاني معايا العروض لانه عشان
الناس كلها تستفيد، واللي ما سمعنيش يرجع يسمع تاني. انا معايا عرض الشهر المكثف، كبسوله ونقط واعشاب عليهم كبسوله هديه. عندي عرض الشهرين مكثف، كبسولتين واثنين نقط واثنين اعشاب عليهم اثنين كبسولات تاني هديه. ومعايا عرض ثلاث شهور ثلاث كبسولات وثلاثه نقط وثلاثه اعشاب، وكلهم عليهم خصم 50% والشحن مجانا لجميع محافظات القاهره. حبيبتي شوشو انا بشكرك طبعا جدا، وبشكر طبعا شركه هيربال بانك. انتوا بتحاولوا تدعمونا، عارفه ان انتوا يعني حتى الاسعار بتحاولوا انكم يعني زي ما تقولوا ايه بتنافسوا حتى فيها منافسين ثانيين. ده حقيقي. بينزلوا يعني منتجات وقد تكون مش يعني مش افكتيف بالدرجه اللي هم بيحاولوا يدعموا بيها الكورسات بتاعتهم، ودي حاجه تحسب ليهم الحقيقه. فانا طبعا بشكرهم جدا، وبشكر ضيفتي اللي نورتني وشرفتني النهارده شهير ابو سيف خبيره التغذيه. نورتيني شوشو حبيبتي يا زوزو. والنهارده اتمنى يا رب انه الوصفات تكون نالت اعجاب حضراتكم. عملنا كيك الموكا او كيك بالقهوه سريعه الذوبان، وقلنا البديل ليها ايه لو هنعمل بالقهوه بتاعتنا. وعملنا شوربه السبانخ بالكزبره والكوسه والكريمه، وعملنا طاجن خفيف خالص لكل اصدقائنا اللي حابين اكل خفيف باللحمه المسلوقه وشوربه اللحمه. ونقدر نضيف ليه كمان الشمر الاخضر، يا ريت تدخلوه في الاسماك والخضار، هيعجب حضراتكم جدا. اتمنى من الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.